الحرارة أم البرودة؟ أيهما يقتل أكثر؟ يعتقد الجميع بأن الجو الشديد الحرارة أو البرودة يسبب الغالبية من عدد الوفيات الناتجة عن المناخ، وكذلك تفعل أغلب الدراسات، حيث تركز على آثار موجات الحر الشديدة، ولكن نتائج تحليل بيانات حالات الوفيات المرتبطة بالمناخ تشير إلى أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات تحدث في الأيام معتدلة الحرارة أو البرودة، وبشكل رئيسي بسبب البرودة المعتدلة، وذلك حسب دراسة عالمية تضمنت 13 بلد، حيث كشفت بأن عدد الوفيات الناتجة عن درجات الحرارة العالية أو المنخفضة نسبياً تتخطى وبشكل ملحوظ عدد الوفيات التي تسببها موجات الحر أو البرد الشديدة، حيث قام الباحثون بتحليل ما يزيد عن 74 مليون حالة وفاة حدثت بين عامي 1985 والعام 2012 في 13 بلد ومع مدى واسع من درجات الحرارة التي تتراوح من شديدة البرودة إلى شبه الاستوائية، وتم استخدام بيانات عن متوسط درجة الحرارة، معدلات الوفيات، والعديد من المتغيرات الأخرى كالرطوبة في حساب درجات الحرارة التي تسببت بالعدد الأقل من الوفيات، درجات الحرارة المثلى، وكذلك تم حساب مجموع الوفيات الناتجة عن درجات الحرارة غير المثلى في كل منطقة، ثم قدر الباحثون المساهمة النسبية للحرارة والبرودة في هذه الوفيات بين المعتدلة نسبياً والشديدة، وخلصت النتيجة النهائية إلى أن النسبة المتوسطة 7.71% من الوفيات كانت بسبب درجات الحرارة غير المثلى، مع تغيرات كبيرة بين البلدان، حيث كانت القيمة الدنيا حوالي 3% في تايلاند والبرازيل والسويد، والقيمة العليا حوالي 11% في الصين وإيطاليا واليابان. وكان البرد هو المسؤول الرئيسي عن هذه الوفيات، حيث تسبب بحوالي 7.29% من أصل 7.71%، بينما تسبب الحر ب 42% من 100 الباقية. بينما درجات الحرارة الشديدة التطرف، شديدة الحرارة كانت أم البرودة، كانت مسؤولة عن أقل من 1% من المجموع الكلي للوفيات. تركز سياسات الصحة العامة بشكل رئيسي على التقليل من الآثار الصحية المترتبة على موجات الحرارة، وتشير النتائج إلى أن هذه التدابير تحتاج إلى التركيز والتوسع لتأخذ في الاعتبار كامل الآثار المرتبطة مع درجة الحرارة. ويرى بعض الباحثين أن هناك عوامل أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية تحليل البيانات، كالوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمري وملوثات الهواء، فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة تؤثر على مجموعات معينة من الناس كالشباب المرضى وكبار السن أكثر من غيرهم، ومحاولات تخفيف الأخطار المرتبطة مع درجة الحرارة يمكن أن تستفيد من الدراسات المتعمقة للتفاعل بين الوفيات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وذلك لتجنب النتائج السلبية وتحقيق التكيف الفعال مع هذه الظروف المناخية. لم يذكر المصدر الأسباب المؤدية لهذا الاختلاف بين الحرارة العالية والمنخفضة في قدرتهم على أخذ الأرواح، ولكن ربما يعود ذلك لآثار البرد المتراكمة على الجسد بإضعافه أو تأثيرها على بعض الأمراض الموجودة مسبقاً، أو لربما أننا وبشكل طبيعي أكثر مقاومة للحرارة من البرودة، ومهما كان السبب فننصح بالوقاية الدائمة من درجات الحرارة المؤثرة على الصحة، سواء كانت عالية أو منخفضة.